هيبقى ايه ده يا استرالي؟ انا مش عارفه، ممكن اعمل طبق، اعمل بوله، اعمل كوبايه. اعملي لي بوله بس اللي هي ايه، مش اللي من رقبتها ليها رقبه كده، اللي هي زي الصيني دي اللي كلها مفتوحه دي. ماشي. ماشي. هتعملي انت ايه يا حبيبي؟ طبق. طبق؟ ماشي. ولما اتعلمتي وانت صغيره استراليا كنت بتشتغلي على نفس الدولاب ده بالظبط، دولاب الخشب ده. طايله يا حبيبه. يعني انت كنت اديها كده يا استراليا اما اتعلمت؟ كنت بقى طول اشتغل على الدولاب ده بالعافيه. ومع ان احنا عايزين نعمل حاجه كده الاول لازم تطوليها كده، لازم اطلع بيها وبعدين ابتدي اعمل اللي انا عايزاه. بصي. ايه ده؟ لا سحر ولا شعوذه. وتعرفي بقى يعني مثلا لو عايزينه يوسع كده توسعيه؟ عايزينه يوسع، عايزينه يفتحه طبق، عايزينه يوسع كده ويبقى زي الصينيين بتاع النودلز. شكله جميل. وانت شغلك رفيع يا ست راوية. بحب أحلى. الشغل الخفيف. ايوه احسن. انا بحس التقيل ده غشوميه. يعني مش كل الزباين، في زباين بتحب التقيل برضه، وفي زباين بتقول لك الطبق التقيل او الحاجه التقيله ما بتتكسرش بسهوله. هم في بعض يعيش اكتر كده اكتر. بس هي المشكله ان الحاجه بتتشطف من الجناب هنا، ملهاش دعوه بتقيل وخفيف ولا ليها. لا طبعا، هو اهم حاجه الحرف معانا يبقى مكين شويه، يبقى اتخن شويه مع الطبق. مثلا معمل الطبق قصه الكوبايه الحرف بتاعها تخن شويه. خلاص، بعد ما عملتي ده بقى ينشف في قد ايه ده؟ ده ممكن على ان شاء الله على بكره الصبح ممكن ينشف، اشيل الزوايد اللي فيه وبعدين اديله البطانه البيضاء. بتشيلي بالسلكه دي؟ لا مش بالسلكه دي، في حاجه ثانيه. المجريات ده انا بجريت بيه. ماشي. البوله لسه خضره طبعا، على بكره الصبح بتبقى نشفت شويه. أيوة. بكفيها على الدولاب وبعدين اشيل الزوايد اللي فيها وبعدين اديها البطانه اللي هي في رمادي، بطانه اسمها بولكلي رمادي، وبعدين اديها اللون الابيض. يبقى اللي شكلها انا برسم ايه عليه. بقى؟ وريني يا اسلام كده الشكل الاصفر. هذا الابيض. الابيض دي، امال دي مش بيضه؟ لا دي الرمادي الاولاني. ده الرمادي الاولاني وبعدين بدي عليها ده. يعني يا ست راويه لما ده ينشف يبقى زي دي؟ يبقى زي ده. وقبل ما ينشف اللون ده لو انا عايزاه ابيض، قبل ما ينشف خالص بديها اللون الابيض ده. يعني انت بتنقي في المرحله الاولانيه عايزاه كده، عايزه الارضيه كده ولا عايزه الارضيه بيضه؟ بالظبط صح، قبل ما ينشف. يعني انت ده ممكن يترسم عليه وده يترسم عليه؟ بالظبط، ده بيترسم عليه اللي هو الرسومات اللي هي فحر، او ممكن بالانبوبه بيبقى لون ازرق. ازرق والارضيه بيش الابيضه، وده اللون ده اللي هو البولكليت ده اللي هو بيبقى اللون الازرق والاخضر. لو انا عايزه اللون الازرق ما بديش لازم الابيض على الرمادي، على الرمادي وبعدين ارسم بالانبوبه وادي اجلد اخضر او ازرق. ماشي. بيديني اللون الازرق. وعندك حاجه محفوره مثلا اهي، عندك بقى ده. ده بالانبوبه اهو. ده بالانبوبه اللي هو هيديني اللون الازرق او الاخضر. بس الانبوبه بيضه. بس الانبوبه بيضه، بس في لو انا بجلس بقى هيبقى الازرق، هيديني اللون الازرق. لو الاخضر هيديني اللون الاخضر. تعملي ايه لو جالك طلبيه مثلا عايزه كلها بيضه 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 وحطيتي كله في الفرن وطلع مثلا لون بيج ولا لون تعملي ايه؟ لازم اشتغل شغله تاني. ثم انا ببقى متفقه مع الزبون انه عايز الشغل لونه ابيض، فما ينفعش اديله لون بيج او لون اسود. صح لازم اشتغل شغله تاني. ريح الزبون.